يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده ازاي نقدر نغير الايمج ايكون بالنسبه للليف نود جوه التري كومبوننت في الجافا سوينج. لو جينا بصينا للديفولت ايكون دايما بيبقى عباره عن مستطيل ابيض بهذا الشكل، لكن هنا احنا غيرناه خليناه هو عباره عن ايمج طولها 16 بكسل، عرضها 16 بكسل وطولها 16 بكسل. اول حاجه طبعا هنحاول نعمل داونلود للايمج ايكون، فلو جبنا جوجل وكتبنا مثلا 16x16 free icons، انا لقيت هنا ويب سايت اسمه dhtmlsite.com/icons.php. اول فايل ده انا عملت له داونلود، وبعدين بعد كده عملت له decompress. ف ممكن نختار فايل منهم ونيجي بعد كده هنا في نت بينز. بالنسبة عندنا هنا البروجكت ويندو في جنبها تاب اسمه فايلز، لو عملنا رايت كليك على البروجكت وبعدين بعد كده قلنا نيو وقلنا اذر، وهنا سلكت عملنا اذر عملنا بعد كده عملنا سلكشن للفولدر وبعدين عملنا نيكست، ممكن نسمي الفولدر ده وليكن اسمه ايكون. ممكن هنا نعمل بيست للفايل اللي احنا اخترناه من المجموعة الفايلات اللي احنا عملنا لها داونلود، فايل اسمه chart_py.png. وبعدين بعد كده احنا محتاجين اللي احنا نزود ايكون دايركتري ده في الكلاس باف بتاعنا دلوقتي، فممكن يجي هنا على الديفايس بوك ابليكيشن بروجكت، وبعدين بعد كده نعمل رايت كليك نختار properties، وبعدين جوه libraries نعمل add لجار فولدر جار سلاش فولدر، وبعدين بعد كده من جوه الابليكيشن بتاعتنا من جوه البروجكت نختار الدايركتوري اللي احنا لسه عاملين له كرييشن اسمه ايكون، وبعدين بعد كده نعمل اوكي. فكده تاكدنا ان ايكون دايركتوري موجود في الكلاس باث. دلوقتي عايزين نزود الكود اللي احنا عايزين نستخدمه عشان نبتدي نستخدم الايكون اللي احنا عرفناه عندنا في البروجكت. دلوقتي الكود انا كنت كتبته قبل كده، لو جينا بصينا على الكود هنا مثلا هنلاقي اول حاجه ان هو بنجيب حاجه اسمها الكلاس لودر. الكلاس لودر ده حاجه بيلت ان موجوده في الجافا بتساعدنا ان احنا نقدر نجيت ريسورسز من الكمبيوتر، نريد فايلز من الكمبيوتر ونستخدمها عندنا في البرنامج. فاحنا كده جبنا الكلاس لودر بتاعنا وسميناه الاوبجكت بتاعنا اللي هو cl، وبعدين بعد كده هنجيب الريسورس اللي هو الفايل اللي احنا لسه عاملين له اللي احنا كوبي دلوقتي اللي هو اسمه chart_by بهذا الشكل، وبعدين بعد كده هنكرييت من الريسورس ده هنكرييت منه ايمج ايكون ونسميه ليف ايكون. وبعدين من الكلاس المهمه جدا اللي هي عشان نقدر ننفذ الفانكشن دي اللي احنا نغير الايمج لازم نستخدم كلاس اسمه ديفولت تري سيل ريندرر ونكريت منه ريندر، وبعدين بعد كده ده الاوبجكت. جوه الاوبجكت ده نحط الايمج ايكون اللي احنا لسه معرفينها هنا، وبعدين بعد كده جوه التري نقول سيت سيل ريندرر ونباص الريندرر اللي احنا لسه عاملين له كرييشن. لو جينا جربنا دلوقتي الكود ده وعملنا run file، جينا دلوقتي بصينا جوه ممتاز فعلا كل الايكونز دلوقتي اتغيرت للايكونز اللي احنا لسه عاملين لها داونلود اللي هو الايمج اللي هي 16 بكسل باي 16 بكسل. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.